الفن الفن عمري للفن الفن الفن عمري للفن. جميل ومريح يبدو ملحا. يا لك تملكين الكثير من الثياب وتحق لك المقاربة.
قطيع لابد ان يكون لها ثمن. يقولي من التفاحه اللي حالت خماضه تتواصل الخطايا ولا تنتهي. تتواصل الخطايا، لكن الانسان يلزمه يكف عن الخطا، واساسا يكف عن الخطيئه، والخطيئه هي خطايا وليست خطيئه فقط. تخموا مشاركه لمجرد المشاركه ولا لا داخلين؟ قلت لي عنا جائزة. والله الحقيقة أول ما بعثنا الدوسي وتقبل سبع شرف المشاركة ديجال كنا نضحك ونزغرت وفرحانين، خاطر شرف المشاركة يكفي يعني، ما نشحتي اللي بخي في مخاخنا عطينا الخطر. سي با ايفيدون تشارك في مهرجان قرطاج، ايام قرطاج المسرحيه سي با ايفيدون حتى تعرف معنا، ومش الاعمال الكل تنجم تشارك. الحمد لله خدمنا برشا وتعبنا وحالفنا الحظ شويه. اليوم بعد ما شاركتوا قاعدين تخموا في الجائزة؟ والله في اللحظة هذه ما آخر ما نعرفش احنا آخر اهتماماتنا معنا الجوائز، ولو انه نعرفوا انه قيمة العمل متاعنا تستحق، وعمل متاعنا معناها فيه مميزات وفيه حاجات ديفيرونت على الأعمال الأخرى وكل شيء، أما ما نخموش في الجوائز. اليوم أول مشاركة في أيام قرطاج المسرحية، أول عرض تونسي يشارك في أيام قرطاج المسرحية في إطار المسابقة الرسمية، طامعين في حويجة؟ لا، احنا طامعين أن نقدموا عمل يكون صادق للجمهور، يوصل للجمهور، هذا أهم حاجة، احنا نعمل مع الجمهور وللجمهور. الفن أمانة عندك، وقت اللي تكبر مش ينقب على الموقع واليرقى الخادم يحكم في العالم الكل. كينيتي في يد الأشرار ينجموا يسيطروا على البشرية، هذاك علاش قررت أني باش نمشي ونلوج على الخاتم. خاتم على ليسة تلقاه. اسمي سبيد وانتم احنا لو جبت خاتم على ليسة. واحد يمسح الفيلم افون بريمير تقول جاردان دونفون محليهم
وديجا اول فيلم انا باش نحضر له كي تونسي والابطال نتاعنا ولاد صغيرات ان شاء الله يطلع الميساج نتاع الفيلم حاجه بوزيتيف للصغيرات انا باش ناخذ ندخلوا تو نكتشفوه وانا جيت للفيلم على خاطر نتاع صغيرات والحق على خاطر من احمد لاندرس نقولوا لك ان شاء الله ربي يفضلك لينا ويفضلك لعائلتك وربي يشفيك ولا يغيرنا فيك خاطر الصحه نتاعنا يزلي ما توجعنا على الناس اللي نحبوهم نحبك برشا وبنكو غاج الصغيرات الكل ما شبهم يهبلوا اون بريمير فيلم تاع صغار انا قلت لك انا ديجا اول فيلم باش نحضر له اول فيلم ديجا تصير برودكسيون نتاع فيلم نتاع فيلم نتاع صغيرات ان شاء الله قلت لك الميساج نتاعو اللي نخرج به حاجه بوزيتيف هذا الاهم خاطر نحب ديما الطاقه الايجابيه والحب والحنان انا ماك تعرفين الخاتم وينه هاني داخله باش نهزم عند احمد اليوم يظهر لي لي ستار اليوم الابطال اللي تحت الضوء واللي فوقهم الضوء الكل اللي ماخذين الدنيا الكل هما صغار وسي بيان معني انا فرحانه برشا ديجا حتى كي خدمت معاهم كانوا ياسر 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 متعاونين معني فهموني وفهموا الكاليب نتاعي والبيرسوناج نتاعي خاطر انا في الفيلم اكس من لي زاكس نتاع الفيلم الغابه غوله الغابه اللي تاكل الصغار تاكل تقتلهم باش تعطيهم الكلبها يعني ترحم الكلب وتقتل الانسان دونك كانوا ياسر محليهم معايا سختي ماما خافوا مني فما سين بكاو خافوا منها خاطر البيرسوناج يرعب كومبوزي برشا مي محليهم صغيرات وانا شوي كونتانت انه ان شاء الله تولي عندنا صناعه ساعه في السينما ككل في الفعل الثقافي اي سورتو لي فيلم بور انفون خاطر سانو مانك معناش معناه لي بروميير ديما عند احمد لاندولف اي ان شاء الله ربي يشفيه ساعه وان شاء الله ربي الحمد لله على سلامته الحمد لله كي رجع وحبينا نقولوا له اللي احنا نحبوك انا حضوري اليوم برغم جي تي سي واللي تعرفوني قداش نواكب جيت غيان كو بور احمد معناها باش جو لو سوتيان في نهار فيلم انتاج وفرحان برشا وهو في الظروف هذه ان شاء الله ربي يفضلوا لصغيرات ويفضلوا لينا قولي شنو حكايه الخاتم ان شاء الله والله لخذي حد ما نعرفش ديجا انا ما نعرفش شكون خذينا جايه باش نكتشف الخاتم وين وصل ان شاء الله يكون خاتم الخير سورتو العروس هبلوني يا خويا هبلوني بزيد مانيش مصدق والله ماني مصدق روحي والله مانيش مصدق تحيه لمرته تهبل وعرسه تعدى بسم الله ما شاء الله الحمد لله الناس الكل حضرت الحمد لله قمنا بالواجب كان هيلا الذويت انا متغش كان من هيلا الذويت السلام عليكم انا ما جيش البالي اني نهار من نهارات انت باش تعلس مانيش مصدق والله انا لتو ماني مصدق والله بيت والساله الحسي عروس بيت والساله بيت والساله مانيش مصدق والله لتو لسه انا ما جيتش خاطر في بالها انت عامله كاميرا كاشي نتاع روحك والله بالحق في بالها كاميرا كاشي قدري مانيش مصدق اللي انت عرست انا اونفا هذيك رب الخاتم وينه؟ لا ايه خاتم عليسه تخدم فيه هاني داخل نشوف نكتشف خاطر توا اللي اكتشفت سمعت برشا حاجات باين على الفيلم وان شاء الله نلقاو حاجه مزيانه بالحق كيما نحبوا نحن بو حميد شنو تقول والله احمد صاحبي وعشيري ان شاء الله ربي يوفقه تبارك الله عليه خدام انسان خدام ان شاء الله لاباس الحمد لله على سلامته من المرض الاخرانيه ان شاء الله الفيلم هذايا ديبار لهوا من جديد ان شاء الله احمد جديد عسلامة؟ لا عسلام قولي الخاتم عندك؟ اي هذاك خاتم عليسة؟ اي هذاك خاتم عليسة؟ اي عندك انت؟ اي نقولوا ولا نسكت؟ قولي نقولوا ولا نسكت؟ قلهم ولا نسكت؟ نسكت باهي فما خاتم ضايع دور النقيب يفركس عليه هي هنا نحاولوا تو باش نلموا الشم نتاع العائله الفنيه الكل واحمد كان عنده حاجه يلقاها بقطره الخاتم ضايع ذهب ولا فضه خاتم عليسه هنا كان نلقاه ما نرجعوش سيسوه ما نرجعوش على الاقل مدهولي كدولايا انت تسهل الكنز عليسه بيدو مش خاتم برك استعمل السحر بتاعك عسلامة عسلامة انت تبع الكبار ولا تبع الصغار انا تبع الزوز انا الوحيد اللي نمشي باسبارتو مع الكبار نعمل لحية مع الصغار نعمل قصر مع كل شيء تلقاني مال الخاتم عندك لا انا حامي الخاتم عند عليسة انا من بكري قلب الدنيا على خاتم عليسة وينه خاتم عليسة كنت تفرجوا في الفيلم باش تخرج بحاجة تفتق باش ترى الابداع نتاع الفيلم بوحميد شو تقول له؟ بوحميد نقول له ربي يزيدك في الشفاء والصحة يعطيك برشا صحة
ربي فضلك لصغارك ان شاء الله، وسورتو كما قال هو هذه البدايه ومازال محليها كي نعملوا اول فيلم تاع صغار في العالم العربي الكل، رانا اول فيلم فانتازيا سورتو معناها في ديزيفي سبيسيو ستيل على والد ديزني اون فادي. البطل فيلم فيصل بالزين، نحب نقدم له تحيه بالحق بالحق. سي فيصل قاعد يقدم برشا، سي فيصل قاعد يعطي برشا من اللي صغار نحبوك، وكمل كمل سي فيصل كمل. تحيه لفيصل بالزين اللي انا فان بيه معناها كي كنا صغار وكل شيء، وسورتو الحاجه الباهيه في الفيلم هذايا بشتراو جونر جديد تاع افلام في العالم العربي مش كان في تونس، معناها طريقة جديدة في طرح الأفلام، قصة جديدة، خيال جديد، فن جديد، برشا حاجة جدد. كان تلقى الخاتم تعطيه لي؟ لا. أنت تسوى أكثر من الخاتم. أنت تاخذ فردة، تاخذ لانجودور، أكثر برشا خاتم شامل. أفهمتني. أفهمت روحي أنا بيدي. أنا اسمي سبيدي. وانتوما احنا لو جبت خاتم عليس حتى عليس مش انا حتى نحن حموش فينا اربعة ضاعوا نوصلوا للجبال اللي موجود في الخريطة من بعد نرتاحوا خاتم عليس الكون كل فركسي لو مش وقت البلاد نتاعك ساعة اخرى ليه مانيش نفادلك اخر وشكون وراك عندك الخاتم خاتم عليسة شنهي عند كون عندي علي عند عليسة عليسة ويني قولي كيفاش كانت الحكاية كانت باهية برشا وتجربة باهية على الاخر احمد لندرسي شنو تقوله انت نقوله يا احمد لندرسي نحبك برشا عايش كنتي احلى لسلوسة الخاتم عندك يا لسلوسة عندي الخاتم انا من بكري قلب الدنيا على الخاتم وينو الخاتم وينو الخاتم وينو الخاتم تلقى الخاتم سي بون عندي الخاتم مش تعطيهولي في الاخر بالكل كنت فاهمة تفرش في الفيلم كنت فاهمة قولي كيفاش كان الفيلم كنت تجربة محلية على الاخر ومعندها تعبوا فزيتوا محلاهم ليكيب وشجعونا على الاخر ومحلاها الخدمه معاهم كذا محليكم اليوم انتم اللي استا عايش احمد لندلسي اغزلوا الكاميرا وقولوا شنو تحب تقول قولوا نحبك برشا نحبك برشا ربي فضلك ليا على المجهود اللي تعمل فيه معايا ربي فضلك قولوا نحبك برشا وياسر الادوار نتاعو نتبع فيهم ويعجبوني برشا انتم الابطال اه انتم اللي استا اه انتوما اللي ذاول كل قدامكم وعليكم اي انتوما النجوم ان شاء الله هي وكيفاش كانت الحكايه محلاها صعيبه صعيبه باش شكون اصعب واحد في الفيلم هاي عليس عليس اصعب مشومة لا مش مشومة صعيبه اي صعيبه اما مش مشومة ليش نقول لك احمد لندرسي اغزلوا غادي نحبك احمد وربي يخليك للبيع عسلامه اهلا وسهلا ايها الابطال اهلا وسهلا عسلامه قولوا لي كيفاش كانت التجربه في خاتم علي والله كانت تجربه باهيه على الاخر صحيح تعبنا شوي نحن في التورناج ما ميسيل تو باش تفرجوا وتقيموا انتوما باش تولوا تعملوا برشا افلام ان شاء الله علاش لي قولي احمد لندلسي اغزلوا الكاميرا وقولوا عم احمد قال لي نحبك باش ربي يخلي لك بايا قولي وينو ها اني وينو وينو موجود موجود مش انت وينك وينو وينو اها وانا مش نتفرجوا فيه تو مش نشوفوه الخاتم الخاتم وين الخاتم مخبي انا مش نشوفوه تو وين باش يبدا موجود مش نلقاه وانا اللي باش نلقاه مره انا قالوا لي اللي انت تلكمت على الخاتم في الاخر بس تلكمت نحب نتلكمت عليه وباقي شيء ما يصور شيء ديما انا ما في كل عمل نحب نتلكمت وبعد ما يخلونيش نتلكمت
كيفاش كانت التجربة مع الصغيرات؟ والله ياسر محلية تجربة، بالرغم انه الواحد حضوره كان شرفي، لكن انا معنت عشت معهم حتى ايامات التورناج وقت اللي هما معنت يصوروا في الغابة كذا، الاكسبيريونس ياسر مزيانة محلية سيرتو مع الصغار لانهم يعني اول مرة هكا يعيشوا تجربة كيما هكا، دونك ياسر مزيانة تجربة ياسر. والله الصغار ساعات راهو الصغير تنجم تستفاد منه حتى من احساسه الصادق، من معناتها كيفاش هكا يحب يجسد الخيال اللي قاعد يشوفه في مخه على ارض الواقع. دونك ياسر محليه مش تشوفوا عرض اليوم فيلم ياسر مزيان ولاول مره بالحق في تونس في الوطن العربي خليني نقولها. شوف محليها براءة الاطفال ياسر مع خبث الكبار، صادقين اكيد مع خبث الكبار عايشك هلولة. قولي أحمد إيش تقول له؟ أبو حميد إيش تقول له؟ لندلسي العودة، لندلسي تويك بالحق. يا أحمد راك أنا مسميه كلمة أحمد الزعيم، في كلمة تحب أحمد في كلمة أحمد الزعيم، هو تو يعرف الزعيم. تشاو زعيم. يلا السلام عليكم الناس الكل، ومرحبا بكم الناس الكل، ومالنا جاوب اليوم عنا ان شاء الله. يا سيدي بن سيدي عندي قرن ما شدنيش التراك، تو التراك يسلفك فيا تسلفك حاط ولا بالكف شيل ملا فجعه اخر لحظه قلت كاميرا كاشي ولا خرجوني هكاك حسيرو باش نقول خير ما نقول. اليوم لا بريمير اول مره احنا الكل مع بعضنا باش نتفرجوا في فيلم لأول مرة في العالم العربي. شوف مزينة الكل هالحكاية الفانتازيا. اون بروميير في تونس، اون بروميير في العالم العربي، فيلم مغامرات الصغار، اون فيغتي معناها. على الاخر انا الحقيقه فرحان وفخور ونقول بصوت عالي عندنا فيلم باهي لصغارنا في مرحله اولى، ونحبوا نمشيوا به للعالم العربي بقوه، ونحبوا ندوروا به في اكبر لي بلاتفورم والقاعات وقدره ربي باش نمشيوا. والفيلم ماخذ السيت نتاعو على مستوى عربي كوميل سدواء اليوم. نحب انا ياسر حكيت على الفيلم خاطر معمول ببرشا حب، معمول بانرجي باهيه، معموله بعبيد ممنا بالبروجي، وهو بالنسبه ليا ماهوش فيلم، سي تان جران بروجي. هذا الاول ماشيين في الجزء الثاني، ماشيين في افلام اخرى للاطفال، يزينا من المستورد، يزينا من نمشيو نلقاو انه صغارنا قاعدين يدخلوا للسينما ويتفرجوا في افلام الاطفال اللي ما يشبهوناش، ما يحكيوش على قصصنا، ما يحكيوش بلغتنا، ما يحكيوش على حكايات عندهم علاقة بصغارنا. فاليوم قولوا دورنا ان نعملوا سينما للاطفال تشبهنا وتشبه لصغارنا. احمد لندلسي شنو تقول؟ احمد لندلسي نقول له ربي يداوم العشرة، احنا صديقي اخويا وعشيري وشريكي، ربي يداوم العشرة اللي ما بيناتنا، احنا حلمنا الحلمة هذه مع بعضنا، ديناها بسفاح نابل في نفس القاعة السنة اللي فاتت، السنة والحمد لله نعتبر انه بداية النجاح الثاني والقادم اجمل ان شاء الله. محليه احمد، محليه احمد يشد الصحيح بطبيعة الحال. احنا اللي لمنا مع بعض اي احنا ما نسلموش حربي. احمد ما يفلتش، احمد ما يرقدش، احمد مريض داخل العملية، ومخه في السيناريو اللي مش اللي بريفيو باش نصوروه ما صورناهش، في المونتاج وين نوصل، في الفي اف اكس فين نوصل. احمد انسان محارب باتم، جلادياتور احمد جلادياتور حقيقي والله. الصغار الكل دايرين بيك ليه، وحتى صغار من قبيل الكل دايرين بيك، قالوا لك عاملين فيلم للصغار. اي عليه عادش بي حاجه باهي ياسر، تشجعت كي شفت حاجه هكا ومحليهم وان شاء الله مبروك عليهم. وشختوا عجبكم هيك؟ ها ومال احنا شو مدخن، هو الفيلم للصغار واحنا جبناهم وشيخين معهم. شو نقول لك حاجه بتفدليك، انت تسرق تنجمش تسرق حوجه من هنا من هذا نجم ترى الفيلم يجي. انا ما نسرق كنا ناس نحبهم راه
فهمتني ما نحبهمش يتبلوا علي. قول لي شقاولك شقاولي في شنو الفيلم بروميير في توينس ميريت ولاد صغار مش الكل تفهم هاري بوتر ومارفيل وكل لازم نحكيوا افلام مزيانه بالممثلين توينس حكايه توينس انا ولادي يقراوا ميسيون دونك ما يتكلموش ياسر بالدارجه دونك نفرح كي نجيبهم وفهموا شيخ وهذاك اهم حاجه. احمد الاندلسي شنو تقول له؟ ربي يوفقه ربي يوفقك وان شاء الله ربي يعطيك على قد قلبك وان شاء الله ديما فرحان. شو دي هذي؟ قلت القد يا تراش يا اخي هذا تزنجيري سبيدي استعمل السحر بتاعك. المهمة مستحيلة. من بروميير شديد فيها صحيح قلت نعملها نعرفك بقلبك ونعرفك حربي. الحمد لله ما كنا متوقعين انه مش ناخذوا الجمهور كما يلزم. سيم بروميير مش في تونس برك في العالم العربي كما هما سوقونا الدراما التركية كما سوقونا الدراما السورية كما سوقونا الدراما اللبنانية كما سوقونا المسلسلات المصرية ما فيها باس نحن نختصوا في هذا المجال سينما الطفل ونسوقوا لهم سينما الأطفال. حبيت صغيرة الصغار حبيت قولهم روح حتى احنا عنا ما ننجو عنا ما نجمو نعملو. صحيح احنا عملنا اللي نجمو نعملوه بظروف ظروف كل ظروفنا الانتاجية وظروف ظروف البلاد وعملنا اللي نجمو نعملوه والأكيد احنا وحدنا ما نجمو نعملو حتى شيء. هذه مجرد قطرة في بحر قلتها وزيد نعاود نقولها راهو الفيلم هو مجرد سطر في كتاب مشروع كبير برشا. هذا مشروع سينما الطفل ان شاء الله الناس تبعنا وان شاء الله الناس تنتج للاطفال احنا باش نكملوا في القلم هذا ان شاء الله ربي يجيب نفس السواب. حقنا انا شفت عبد الحميد بوشنيق قلت هو يسرق في الناس الكل يمشيش يسرقك حتى انت. عبد الحميد ماهوش سارق سي با فري سي با فري ان شاء الله عبد الحميد يعمل حاجه للصغار نصوروا مش يبدع فيها زيت نصوره يبدع فادلك مفادلك. لا نعرف تفادلك اما انا نعرف شخص بالقديه بالقديه ما سي سي با ان فولور عبد الحميد ارتيستو على روحه الراجل نصور فما سوء تفاهم صار زاد باش ما نكونش قاسي حتى على الجهات الاخرى فما سوء تفاهم ان شاء الله الحكايه تبرد لكن انا منأكد لك اللي عبد الحميد سي ان ارتيستو وما ينجمش يكون سرق. هو بمنطق واحد حتى كي يسرق حاجة به هي مش خايبة ينجم كان جات حاجة كوميرسيال والله في الهم عزاء لغايات مادية وفلوس لكن هو عمل سينما أخرى عبد الحميد سينما جديدة نعاود نعطي رأي في فيلموه بوكو دو ماتوريتي كمخرج برشا فينا في الطرح على الموضوع وبالنسبة لي أنا من أحسن أعمال عبد الحميد بوشناق. خاتم عليسة وين باش تشير بيه وين باش تجنح بيه وين باش يهزك؟ باش نحاول نمشي بيه لأبعد ما نجم نمشي سأحاول باش تكون محاولة أولى فما محاولة ثانية باش تكون فما محاولة ثالثة قلت ربي نخت قدرة السميع العليم احنا قاعدين نسعى ربي سبحانه يقول لك انت يسعى وانا عليا بالبركة عليك بالحركة وانا عليا بالبركة. اغزل الكاميرا اغزل الكاميرا واحمد شو تقول له احمد لاندول؟ نقول له ما زدت كي بديت راك معناها شد لي روحك شويه زدت ثنيه طويله. خاتم عليسه باش يدور ويدور 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 يظهر لي برشا بلدان عربيه بما انه سيتون بروميير عند العرب وفي تونس. ان شاء الله يا رب ان شاء الله هاك تشوف معناها تعب بالحق معناها ما فماش اكثر من هكا في التيرمينوس تاع تعب. الحمد لله والله يتعمل برشا محبة برشا انرجي باهية وخذا وقت وصاروا فيه برشا مشاكل ونفهم بالحق انا اليوم مانيش مصدق للفيلم خرج معناها ريالمون بالحق مانيش مصدق للفيلم خرج والحمد لله معناها كي نشوف الريزولتا في عينين العباد معناها بالحق انا توا خالص دنيا واخره معناها جوي به. شكون يداوخ اكثر صغار ولا كبار؟ صغار يمينتي يمينتي على الكابريس يمين ما نصور كما ناخذ الشوكولاته الفلانيه وتوا وقت نومي وحاجه ما عندك عاد وانا راني في العاده ما عنديش وسع بال
مي ريالمون اكتشفت في روحي موهبة جديدة لأن نوسع بالي والحمد لله معناها بالحق معناها حاجة جديدة حاجة جديدة معناها ديجا أنا نوفو بابا توا معناها اكتشفت حاجة جديدة حتى مرتي توا ذهولي باش تكعبر لي في الدار باش ترسل لي معناها أنا لهي بالبنوت اللي قلقك الأكولة لا والله لا الكل كل الكل بالحق شفت نيمبورت كيل صغير عنده لي كابريس نتاعو وعنده شهوات وعنده ما شفت كل واحد معناها تصور انت هي ام تتعب في واحد فما بالك عندي اربع صغار لمده ثلاثه جمعات تصوير ومش بحذا ديارهم معناها راهو مع صعوبه الظروف وصعوبه البرودكسيون اللي هي معناها حاجه اكيز من عند ربي هذيك معناها الحمد لله. قولي احمد الاندلسي اغزلوا الكاميرا وقولوا احمد الاندلسي راك الخو راك الصاحب راك راك الخرنان راك النقناق راك بالرسمي كي مرضت خويا بالحق هكا عنا عجله تفشت اما الحمد لله انا فديناها خويا ربي فضلك. احمد الاندلسي العمر ونهار يكون عجله مفشوشه ما شاء الله عليه حربي بارك الله عليه الله واحد. جد بريود راه بالحق معناها كي نكلمه نحشم باش نحكي له على الخاتم ولا على الفيلم نكلمه يقول لي هذه ناقصه وشنو مازال وقداش يلزم هذه وشنو يلزم هذه معناها نقول له تلاقي في معناها في 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 دنيتك بالحق معناها باللي ريت في حياتي معناها عباد وباللي ريت عباد كوراجو وعندهم الانرجي ما ريتش كيما احمد برجوليه والله والله مش على خاطر لا صاحبي لا خدمنا مع بعضنا لا حد شيء بالقوه الربي ما شاء الله عليه والله بالحق المرضى نتاعو تقول عنده حب شباب ولا عنده ما شاء الله بالحق وفولونتي والحمد لله هاوكا بالفولونتي وبالعزيمه نتاعو منع الحمد لله وك شفت مزير رجع راو يشابط فينا ورجع خويا مقلقنا ورجع ما عندك حتى ولك مامس والدنيا احمد الاندلسي فواد الشهر اللي شدوا في الدار رجع خويا مشرجي. مبسوطة كتير بتجربتي الصراحة أول تجربة تونسية بامتياز ومبسوطة أنه هي تاني مرة بتعامل مع المخرج صديقي محمد خليل البحري. أول مرة كانت بكفر هيك صورناه بتونس من شي 6 سنين وهلأ بعمل تونسي مشترك فهيك. الصغار كيفاش شفتهم كيفاش لقيتهم اليوم يظهري تونس تنجم تنتج أفلام خاصة بالأطفال. أنا تفاجأت صراحة مو لأنه متوقعة مثلاً شيء سيء من تونس بالعكس متفاجأة أنه قدروا رغم كل شيء صعوبات حواليهم وفي تفاصيل كتير بعرفها أنا شخصياً عنهم رغم كل شيء يعني تخطوا المتوقع وأنا متأكدة أنه رح يكون في لسه أعمال أكتر بس يكون في دعم لمشاريع الأطفال يعني دائماً في استخفاف بمجال الطفل ما بعرف ليش مع أنه بالعكس هو اللي لازم نبدأ نبني معه حتى نكمل لباقي الجيل لباقي الشباب. أكثر حاجة تنجم تخوف هي الصغار كتير مشان هيك لازم الواحد يكون كتير حذر بالتعامل مع الطفل طريقة الكلام اللي بيوجهه إله حتى اللحن الكلمة الغناء السيناريو كل شيء يعني فالواحد لازم فعلا ينتبه على أداء التفاصيل بالتعامل معه. نسمع شوية من الغنية. ياه اوكي مش كندور العالم مش كندور العالم ربي هو العالم وين تروح يا ظالم وين تروح يا ظالم مش كندور العالم ربي هو العالم وين تروح يا ظالم يس بس شكرا احمد الاندلسي شنو انا اول مره احمد يعطيك الف عافيه يعطيك الصحه شغل كتير حلو ومبسوطة هيك بتعرف عليك شخصيا وعقبال مشاريع كتير قادمة إن شاء الله. مش كندور العالم مش كندور